خدام لاين لا خدام لاين دير معاه الحجره اصحاب داك الدعم اللي سيق وفرقوه بيناتهم وحنا ما توصلناش ليهم دراك اليوم الاحد 14 في الشهر 14 في شهر 6 2021 مشينا باش نتحجوا قدام السفاره ديرنا حل السفاره حرشت علينا لا بوليس قال لهم يضربونا قال لهم يضربونا السفاره جينا باش نديروا قدامهم احتجاجات باش يديروا لنا حل ما استقبلوناش جابوا لنا الحمد ديال الجزائر وحتى الحمد ديال الجزائر راه تاج فوق راسنا جابوا لنا الحمد ديال الجزائر ومن بعد جابوا لنا الحمد ديال الجزائر السفاره قالت لهم ضربوها ضرب السفاره قالت لهم راه ضربونا قالت لهم ضربوها مشيت الجبهه الجزائريه حيدت علينا ما ضربش حتى شي واحد قالوا لنا وديرا العنصريه ديالكم القنصل راه سمحنا باش نعطيوكم الضرب والغد ولان احنا راه ما نضربوكم انتم المغاربه وراكم تضربنا وفي الحلقه وهذا الميساج هذا في هادشي مزيانك فيه ما حد شهد فيه هو خدام لي هو قال لك مغاربة هادو شجلوا وبارطاجي شجلوا وبارطاجي مغربي ها فين نروحوا وزير الخارجيه صرحوا لنا مزداو 600 من الجزائر قال ليه كملنا الجزائر خلاص ما بقى فيها حتى عريق في الجزائر وزير الخارجيه تاعنا ما تاعكم واش عندو دخل ما عندوش دخل احنا وزير الخارجيه ديالنا الناس باغا تروح الناس ما خداماش ما الناس مقرفصين ساكنين في الشوانط الناس كتعاني بزاف وهما ناضوا قال لي يعني ما بقاش هنا كاين اللي ما عندوش ما مكرفص بزاف بزاف تاع الناس دروكا احنا رحنا للقنصليه قالوا الامن قالوا الامن جريو عليهم ما عندنا ما نديرو بهم مرة هنا برك يا احنا طلقينا على الصحافه يوصل لها هادشي ماذا بينا يا ربي يا ربي حاسبينا وكيلنا يا خويا بلا مزيه يا خويا تهلا الله هادي ماري السيد جا هنا حتى حاجه ما كاينه لا رجع بحالو حنا كنطالبوا شوف خصهم يديروا لنا شي حل خصهم يديروا لنا شي حل الناس كتحكم ما عندهم شي والدين عندهم شي ولاد ما عندهم حتى حد نتحدى المسؤولين انا في المغرب الا كان عندهم شي ولد بحق كيعاني بحق والله ما يخليه فهاد اخوان والله الا بزاف هادشي هذا بزاف ثاني غنبقاو بحال هكا السيد طاح بلا ديبريسيون عندنا البنت عندنا كتفكر في الانتحار السيمانه اللي فاتت وحده ماتت واحد داك النهار مات في الفلبين غير واحد 3 ايام دابا راه خصهم يديروا لنا شي حل راه المغاربه العالقين كيعانيو راه حنا كنعانيو برا البلاد ردونا لبلادنا الله يرحم لكم الوالدين راه السيد كيفكر مخلي امه بوحدها مسكينه في الدار هادشي هذا ماشي معقول اصاحبي هادشي هذا ماشي معقول لا حكومه كدوي لا راي عام كيدوي فين هما دوك الفيسبوكيين فين هما دوك النضاليين فين هما دوك الناس
قلبوا قلبوا الله يرحمك الوالدين قلبوا مسكين راه سيد طايح بعض ديبريسيون مزال كنسينو في لامبيلونس ما كاين حتى شي واحد يجي يهزو تخنق لينا هنايا ما عرفنا ما نديرو ليه من قبيله وحنا كندوي والو الناس طايحه بلا ديبريسيون غتموت الناس كتفكر في الانتحار الله يرحم لكم الوالدين ما شوفوا لينا شي حل الله يرحم لكم الوالدين راه لا حكومه كدوي لا في السلام عليكم خوتي المغاربه هذا الفيديو ما عرفتش باش غادي نبدا فيه واش بظاهره الانتحار اللي ولينا كنشوفو مؤخرا ولا بالبنت اكرام اللي تغتصبت وهي صغيره ولا بالولد اللي مات مخنوق في الديار الاسبانيه حنا معاكم تلفنا والله ما بقينا عارفينش من طريق غادي نشدو مصيبه تبع مصيبه ما بقيتوش تخليو لينا حتى فين تنفسوا بالنسبه للناس اللي كيقولوا علاش كدوي غير على الحوايج الخايبين فينا هما الحوايج الزوينين وريوهم لينا تشهينا غير نشوفوهم معاكم في هاد البلاد ايوه قبضنا علينا من هذا الوليد فين قاطع الوليد اجاب اجي نتايا الوسط الوليد الاسم ديالي كمال ذاك السيد اللي مات الخال ديالي خو الوالده مسكينه نتوما كلشي كيشوف هذا الشيء اللي وقع اسف صراحه حسن السيد في عمره 50 عام خدام في لاموزيك هادي 3 شهور ما خدمش حتى الله يحسن العوال دفع لصحاب الدعم ما عطاهوش مشى للدائره ما عطاهوش بقى كيشوف من هنا لهنا ذاق سبيه الدنيا تعيطوا لنا قال لكم تجي تشوفوا السيد ديالكم راه مجي في راسه قولوا والله اعلم باللي كتبها رجل من مدينه فاس قبل الانتحار ديالو كيقول انا كنموت بالجوع ما كيناش دعم السلطات كذابين منافقين تعلمون بانه هذه واحد جوج الاسابيع ولا ثلاثه الاسابيع كانوا واحد حالتين ديال الانتحار ديال الاخوان ديالنا اللي تاسفنا كثيرا على هذه المأساة هذه اللي وقعت لنا ما يعرفش المعيار اللي كيتاخذوه رجال اعوان السلطه باش كيفرقوا القفه انا نقول لكم الا عندك شي بنتك زوينه ولا مرا ديالك عاطيه العين راك غادي تستافد ما عندكش هذا الشيء كاينه طريقه واحده اخرى خصك تكون دير خدمتك بالنسبه للناس اللي ما فاهمينش شنو هي دير خدمتك هي تكون توصل للمقدميه الهضره فلان كيبني فلان دارت فلان دار ما كاين غير حرق ليا في البشر تما غادي تستافد الا ما عندكش هذا الشيء غير نسى شي حاجه سميتها القفه دابا غادي ندوزو القضيه ديال الطفله اكرام اللي تعرضت لذاك الفعل الشنيع اللي ما غاديش نقدر نقول لكم شنو هو هذا الفعل ولا ننشر شي صوره ديالو حيت الا قلت لكم شنو هو هذا الفعل اليوتيوب غادي يحيد ليا الفيديو شوفوا اليوتيوب كيحيد الفيديو اللي فيه كلمه ديال الاغتصاب وبعض المغاربه ما بغاوش يحيدوا منهم هاد الفعايل دابا بغيت غير نعرف علاش المحكمه ما كتتابعش الاباء اللي كيتنازلوا على الحقوق ديال ولادهم غير قولوا لي كيفاش واحد كيتكرفص ليك على بنتك وباقا صغيره وكدير ليه تنازل مقابل شويه ديال الفلوس شنو كتقول ليه تما نوض اغتصب المغرب كامل ما عرفتش هاد النوع ديال الاباء باش كيفكروا راه الا بعتي حق بنتك بديك الطريقه راه كانك بعتي الطفوله كامله ملي كتشوف راسك انت عايش في بلاد نار كامل وانت كتغوت وتوعي في الاخر كتلقى واحد في عمره 40 عام كيغتصب الصغار والكبار وحقوق الناس كتحس براسك بحال اللي كتخوي الماء في الرمله ملي تشوف اب كيبيع ويشري في حق بنته مقابل فلوس اللي ما تقداش حتى في طبيب نفساني عرف راسك باللي راك عايش في بلاد اللي طاغي فيها الجهل والكلاخ